ويا صباح العيد وكل سنة وحضراتكم بألف خير. افتقدناكم وحشتونا، وأهلا أهلا أهلا بعودتنا ليكم وبكل مشاهدي الستات على النهار. ويا هلا بمفيدة، وحشتيني وعيد سعيد. كل سنة وانتي طيبة يا سهير، وانتي كمان وحشتيني وحشتونا. كل سنة وانتوا طيبين، عيد سعيد عليكم يا رب. تكونوا قضيتوا عيد عائلي كلكم مع بعض، مش ناقصكم حد، وفي صحة وسعادة. عملت ايه في العيد؟ حقيقي انا في العيد ده لأول مرة احنا الذبح طبعا الصبح ده اساسي، بس احنا الفترة دي يعني للظروف الصحية بتاعت ماما ووالدتي سلام ان شاء الله، قعدنا في البيت يعني. طب حلو، يعني هي اسري اكتر يعني. اكيد هي كانت سعيدة بتواجدكم. انا كل سنة كنت بحب ان انا نسافر هي وهي معانا، ربنا يديها الصحة، كنا بنروح غردقة نروح كده، بس المرة دي لا قعدنا في البيت، كانت ظريفة. طب حلو، كنت بقى نامي وقت طويل في ايام العيد، اجازه بقى فرصه اول يوم العيد. ماما كانت قاعده وهي اللي قالت لنا طريقه عمل. احنا عندنا العاده بتاعه الكبد وحته اللحمه والفته دي الصبح بعد ما بنذبح بنعملها، فطبعا هي مش قادره تعملها، فهي ادتني التعليمات الخاصه بهذا العمل تحت قيادتها، عدت على خير. تاني يوم مع اكل بره بقى، وتالت يوم اكلنا فسيخ. ايوه في النوم. في دراسه الفسيخ اللي انت بعتيه بالهنا والشفا. في دراسه بتقول، الدراسه دي رغم انها جديده بس انا اعتقد انها محتاجه تتعاد تاني، لان الدراسه بتقول ان او بتصنف كبار السن ان هم بعد ال60، وان هم محتاجين ان هم يناموا وقت الظهر اللي بيسموها نوم القيلوله. انا اعتقد بالتعريف الجديد لفكره العمر بالنسبه للناس على حسب منظمه الصحه العالميه، اعتقد ان فكره النوم الظهر والناس تبقى اميل للنوم والمخ بيستعيد عافيته. انا طول عمري كنت كده وما زلت تنامي الظهر يعني. انا من الناس اللي اتربيت كنا بنيجي من المدرسه على الساعه 2:30 لازم ننام الظهر. ماما كانت تقول لنا دايما لازم تناموا، نصحى الساعه 6 او 5:30. انا اتعودنا. بتصحي نشيطه ولا بتصحي متضايقه؟ في الاول كنت بصحى واحنا صغيرين ما كانتش تفرق معايا، لما العاده بقت خلاص حاجه يعني. انا في اي وقت وانا في البيت هتلاقي البيت كله هص الساعه 3 الظهر، سواء كبار او صغيرين كلنا ننسحب ونخش ننام. لما كبرنا بننام، بس انا بصحى مهمده يعني. انا ممكن اكمل للاخر. هل بقى ده سن ولا ايه؟ لا هو انا بتهيالي النوم مش عارفه، مع ان الدراسه بتقول انه بيكبر مساحات المخ النوم اللي بقى القيلوله يعني ده. انا ما بحبش انام الظهر اصلا، بنام بصعوبه بالليل، بس ما بحبش فكره نوم الظهر. بس عمرك ما نعستي؟ ولو نمت ممكن لو نمتي بتصحي مزاجك سيء جدا جدا، لانك لا نمتي ولا ما نمتيش يعني. ممكن اللي هو يعني تعملي اي حاجه تلغي فكره النوم في غير الميعاد بتاع النوم. لكن في ناس معتادين على النوم فتره الظهر دي او العصر او المغرب. ده اجمل، ده من اجمل الاوقات. انت بس عشان مش مجرباها. لا انت بتقولي، انت عشان بتقولي ان انا لازم اصحى، بس انا عايزه اقول لك ان النص ساعه او الساعه اللي بتناميها في الوقت ده عظمه، كانك نايمه 10 ساعات عظمه بجد. لا بتبقى انا بستمتع بيها. كنت وانا صغيره بستمتع واقوم زي الحصان وانزل وبتاع، لكن لما بعملها دلوقتي لا، ممكن اخد لي شويه في السرير لغايه ما افكر انا هعمل ايه. طب انا هنزل اتفرج على مسلسل مع اهلي، لكن عظمه. لا الله الله، والازاز مفتوح، الحياه وان شوت والهواء لا ده رائع. لا الحياه وان شوت، وبس نعرف يعني الواحد بس يحضر نفسه للنوم بالليل. انا يعني في الاجازات انا انام بعد الظهر، لكن هو انا معاكي وان شوت، لان حياتنا احنا من ساعه ما بنصحى لغايه ما بنرجع من البرنامج ما بيبقاش في عندك قيلوله، لانك لو دخلتي تنامي. ومع ذلك انا بعمل كده، انت عارفه بجد. تروحي تنامي؟ انا مؤخرا بقيت غريبه جدا يعني. مثلا بنخلص هنا 5، فبوصل التجمع والبيت عندي 6:30، بقعد شويه الاقيني نعست، اخش اصحى الساعه 9 بالليل. وتصحى عادي فايقه وتعرفي تنامي تاني؟ 11. بجد؟ والله برافو، يعني الناس اللي عندها المقدره وساعتهم البيولوجيه مساعداهم على القصه دي. لا ما ببقاش عارفه انا صاحيه الساعتين دول بعمل ايه، انا بلعب في الوقت الضايع. يعني وانا صاحيه بس انا مش صاحيه، بس اللي هو في شرنقه النوم يعني باينه يعني. بس بستمتع، لا بستمتع، لا النوم بعد الظهر ده رائع. خلاص على كل حال اللي بيحب ينام بعد الظهر، الدراسات بتقول ان فتره القيلوله دي فتره مهمه جدا. شفتي؟ علشان المخ، ولان احنا بنفقد من سن ال 30 بنفقد جزء من التركيز، او يمكن من سن ال 25 بيبقى فيه نسبه بسيطه وبعدين تبتدي تزيد. هي بتزود مساحه مساحه المخ. النوم في الوقت ده بيزود من وسع اتساع المخ، فبالتالي ما بيخليناش الناس اللي متعوده انها تنام بعد الظهر ما تلاقيهمش بينسوا، بتلاقي ان ذاكرتهم احسن. ممكن يعني لو دي عاده بتحبوها فالعلم بيقول انها زي الفل، لو دي عاده بتخلي مزاجكم سيء طبعا انا سامعه زي في ناس كتير زيك، في ناس حالاتي ما تعملوهاش، لان هو حجم المخ ويصحوا متضايقين وجسمهم مكسر ومزاجهم مش حلو. هم بيقولوا ان حجم المخ لما بيتقلص احنا بنفقد نسبه في فكره التركيز والذاكره و فجربوا يمكن لو بقت روتين في اليوم تبقى افضل. بس انا اعتقد ان في ناس ما عندهاش رفاهيه انها تنام الظهر وعندها انها تنام بالليل، ده بتقعد تحلم بان النوم يجي بالليل، لان في ناس علاقتها بالنوم حب من طرف واحد زي حالاتي، بس ساعات انه بيحن عليا. لكن على كل حال يومكم حلو وكل سنه وانتم طيبين، ويومكم ايامكم كلها اعياد، واحنا عندنا حلقه حلوه جدا ان شاء الله، ونشوفكم بعد شويه، وكل سنه وانتم طيبين. التالي سيدة المجتمع سامية ابو الفتوح في ضيافة الستات. ونجد حالكم مشاهدين الزمن الجميل، جملة بنقولها دايما واحنا بنتفرج على أفلام أبيض وأسود، ونشوف الناس كانت بتتعامل مع بعضها برقي ازاي. لما بنشوف لبس زمان رجاله وستات منتهى الشياكه ومنتهى البساطه، والاهم لما بنشوف الشوارع نظيفه والبيوت العاديه منتهى النظافه والرقي برضو، ورغم ان يعني مفيش حاجه احنا ممكن كأجيال شفناها أو عشناها أيام زمان، لكن دايما عندنا إحساس نتيجة الأفلام ونتيجة ناس بنشوفها ونتيجة حكايات بنسمعها، إحساس يصل لحد اليقين إن زمان كان أحسن، وإن احنا لما بنتفرج على الأفلام بيتأكد لنا وبنتمنى نرجع لهذا الزمن الجميل ونعيش فيه ونتكلم عنه. هل فعلا زمان كان أحسن ولا دلوقتي؟ إيه اللي اتغير وإيه الفرق؟ وحكايات كتير وأسئلة كتير. في عندنا هوانم في المجتمع يقدروا يحكوا لنا قصص وحكايات، وخاصة لو كانوا هم متصلين بشكل مباشر مع حقبة زمنية ممكن تكون مؤثرة فينا لحد دلوقتي، وناس كتير متأثرة بيها. فإحنا سعداء جدا إن إحنا معانا صديقتنا سيدة المجتمع الأستاذة سامية أبو الفتوح، منورانا وحلو الأخضر في الذهبي. ميرسي، ربنا يخليك، نورتينا وشرفتينا أستاذة سامية، ويعني وجودك معانا دايما بيسعدنا، أنت عارفة قد إيه إن إحنا بنحبك. ميرسي والله، أنا بحبك قوي. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك. أنا هبتدي من فكرة أنت أستاذة سامية، أنت من وأنت صغيرة وأنت في عيلة نقول إيه بيتمتعوا بفكرة البشوية والهوانم والأرستقراطية الطبع، ما أثرش على علاقاتك بالآخرين؟ والله هو أثر عليا إني أكون أحسن، عشان أنا شفتهم هم إزاي بيتعاملوا، شفت إزاي التواضع بتاعهم، يعني ابويا الله يرحمه كان قمه في التواضع، قمه في الذوق، قمه بقى في حته مهمه قوي، الرقي. الرقي في كل حاجه. فانت يعني بتكوني في اجواء كلها رقي، كلها سمو، فبتتاثري ان انت كمان لازم تكوني كده، لازم تكوني زي ما هو بيتعامل معانا. طب الرقي اللي انت شفتيه زمان ما بتتصدميش؟ زمان لما كنت بتشوفي الستات ما بتقلهاش غير يا هانم، الهانم الكبيره والهانم الصغيره، واحترام كده للمراه والذوق والصوت وطريقه الكلام، ما بتتصدميش دلوقتي بال بتصدم او نسيب الصدمه؟ بزعل. بزعل لان احنا شعب حلو قوي، شعب محترم قوي، فلما الاقي الحته ديت او اتعودنا على احترام الصغير للكبير، يعني الاحترام ده شيء وارد عندنا قوي، لما بلاقيه بيقل او اختلف او ما هوش على المستوى بتاع الاول، لا بزعل. بزعل. طيب انا عندي استفسار، انت كنت ممكن سامية ابو الفتوح تفضل طول الوقت الهانم المدلله اللي مالهاش دعوه باي شيء وعلاقاتك حلوه جدا مع الكل، لكن انا بشوف ان انت اخترتي انك ما تقعديش في البيت فقط هانم، ان انت قررتي انك تخشي تخدمي المجتمع بالادوات بتاعتك وهي علاقاتك الحلوه، فابتديتي تساعدي الاخر، تعملي الانر ويل، او مش تعملي، تبقي عضو مهم في الانر ويل، ومن يعني من الاسامي المتميزه جدا، تعملي نوعيه المعارض. ايه اللي كان جبرك؟ هقول لك بقى دلوقتي، احنا لو هنتكلم على العمل الاهلي او انك تفكري في الغير، الحقيقه الموضوع ده بدا من وانا صغيره جدا، ممكن اقول من المدرسه. اوكي. انا كنت في مدرسه رهبات. الحقيقه هم بيعلموكي من وانت صغيره، من وانت قد كده، انت داخله مصروفك بتشيليه من جيبك، تقسميه بالنص بينك وبين العطاء. ان العطاء ده شيء اساسي في حياتك، وان ده مش انت يعني بتعطي، لا هو واجب عليكي. اوكي. فانا اتعلمت الموضوع ده من صغري، وان نروح ملاجئ من صغرنا وكده، فاصبح ده جزء من حياتي. تمام. وبعدين انت لما تقولي انرويل، لا ده انا مش بس انرويل، ده انا اساسا روتر اكت، يعني اول ما بداوا العمل الاجتماعي للصغيرين دخلت من وانا عندي 16 سنه. اوكي. ف مش قادره اقول لك بقى من قد ايه، لان هم كتير شويه. قمر يا حبيبتي. ف بدأت العمل الاجتماعي من الوقت ده، وبعدين بقى بعد كده ممكن نقول انشغلت شويه وفي الجامعه واتجوزت وخلفت، ورجعت بقى تاني من يعني بعد الجواز على طول رجعت تاني عضوه في الانرويل. لقيت ان ازاي اقدر اخدم المجتمع بقنوات بقى شرعيه، يعني ان انت مثلا لما تاخدي تبرع، فالتبرع ده يبقى تحت الغطاء مظله الدوله، وتقدري يبقى ليكي علاقات مباشره مع المستشفيات، مع الملاجئ، ليكي كينونه، فبهذه الكينونه تقدري انك انت تدخلي وتتبرعي، وتبقي عارفه الحته اللي محتاجه، الحته اللي اكتر احتياجا. والحقيقه الموضوع ده مش قادره اقول لك ساعدني انا شخصيا، يعني هو في إيه؟ كان علاج، كان علاج في إيه؟ لخروجك من ازمه فقدان ابنك؟ لا هو من قبليها. والحقيقه انا بشتغل في كده من قبليها، يعني كنت ما اعرفش، انا كنت بحب يعني بجد سعاده فظيعه، مش انا، ستات كتير يعني اللي هم اساسا عملوا الموضوع ده وعملوا الجمعيات، علمونا هم انه ازاي انك انت لما بتعطي انت اكتر واحده بتكوني سعيده اكتر من من الاخرين. وقدرتي انك تجيبي بعلاقاتك ستات برضو يشتغلوا معاكي، وكنتوا مجموعه متميزه جدا، هم كلهم بيحبوا الخير. مصر بلد الخير يا جماعه، والسيده المصريه بلد الخير، يعني انت يوم ما تطلبي حاجه من حد بجد، حتى بالرغم من بعد الازمات الاقتصاديه الموجوده، لا يمكن يتاخروا. دي نقطه. النقطة بقى التانية اللي انت قلتيها دي، ممكن هو بعد حادث يعني بيوجعني ابنك الوحيد، عشان بس مشاهدين لا هو ابتلاء كبير، ابتلاء كبير، بس هو الابتلاء ده اتعمل اللي هو من هنا بدأنا بقى افكر في قصة المعارض، يعني انا بدأت افكر بقصة ان يبقى في معرض اني اساعد الشباب والستات الصغير والستات اللي عاملين مشاريع صغيرة، ان هو انا كنت عاملة زي صدقة جارية له، ان هو زي ما هو يعني زي ما كنت أحب أساعده لو هو عنده شغل أو حاجة، أحب أساعد بقى كل الشباب دول إن هم يعملوا حاجه. والحمد لله الفكره نجحت، نجحت وكسرت الدنيا، وانت بقيتي من رائدين في عمل يعني الايفنتس الكبيره والمعارض. اقول لك يعني وكلهم اولادي فعلا يعني. لا وستات كتير بقوا بزنس ويمن وبقوا عندهم محلات ومصانع من تحت ايد. ما هو ده ساعدني، لو اقول لك انا ده الموضوع ده ساعدني جدا جدا جدا. طب خلينا ارجعك ورا شويه. قبل كده والدك كان بيشتغل مع الملك فاروق او في وقت الملك فاروق، وحضرتك ما حضرتيش الوقت ده، لكن اكيد اتحكى لك عن هذا الوقت. انت شفتي طريقه التعامل اللي كانت بتاعت الوقت ده، انت عشتيها. لكن ايه تاني اللي هو حكاهولك وايه اللي والدتك حكتهولك، خاصه برضو كان في علاقه نسب بينكم وبين عائله الملك فاروق؟ الملكه نعيمان. انا هقول لك حاجه حبيبتي، يعني بالنسبه لوالدي الله يرحمه، هو كان مستشار في المحكمه المختلطه. المحكمه المختلطه ديت اللي هي بتتعامل مع الاجانب بس، فدول كان بيبقى ليهم علاقه طبعا بالقصر وبالملك وكده، فبالتالي والدي الى حد كبير كان يعني بيعرفه كويس، وكان دايما الحقيقه بيشكر فيه جدا. يعني ده الحقيقه انه كان دايما يعني لما بتيجي سيرته او كده تقول لي والله هو كان راجل ظريف ولطيف وطيب ودم خفيف، وابنه نكته، وابن بقى اقول له ابن بلد ده ما بيعرفش يتكلم معاه او زي ما كده احنا كنت متوقعه. لا 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 قال لي ازاي يعني ما بيتكلمش، كان بيتكلم عربي لبلب ودمه خفيف وكل الحاجات دي. بس هو مشكلته في الحياه انه اخذ الملك صغير جدا، واخذ الملك عنده 17 او 18 سنه، فما كانش جامد كفايه ماتشور كفايه ان هو يقدر يحكم. بدات ناس كتير تتدخل وكده، ف يعني هنقول بقى ايه، قضاء الله قدر، وحصل اللي حصل. لكن لو هقول ان والدي كان بيتكلم في ايه، كان بيتكلم دايما انه كان انسان ظريف جدا. انا موضوع بقى النسب ده هو ده عن طريق اهل زوجي ابو ابني وكده، ان هي بنت عم حماتي. الحقيقه بقى انا شفت ابنه وعاشرت ابنه، حاجه قمه في الذوق وفي الادب وفي الاخلاق. انت عارفاه معرفه شخصيه. لا ده عارفه بقى معرفه شخصيه، وعارفه اول مره دخل مصر الملك احمد فؤاد. احمد فؤاد كان اول مره يدخل مصر خالص، ما كانش شافها ابدا قبل كده، كان عشان فرح اخوه. فالحقيقه يعني تربيه واخلاق ملوكي. لا 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 ده حقيقي ملوكي. ده حقيقي لما نقول ملوكي ده حقيقي. ده حقيقي، وفي اخلاق وفي رقي، وكان كل اللي هامه عايز يشوف الحتت اللي والده كان فيها، عايز يشوف الحته اللي والده خرج منها في مصر، انه عايز يشوف كتاب التاريخ بيكتب ايه عن باباه. فابني الله يرحمه قال لي بلاش يشوف الكتاب، مش هيتبسط ابدا. الفرق بين التربيه اللي كانت زمان وبين التربيه دلوقتي، ايه الفروق اللي تقدري ترصديها؟ انا هقول لك التربيه مثلا زمان، انا فاكره جدا جدا ان والدي الله يرحمه بالرغم ان انا بنت وحيده، كان اهم حاجه اول ما يجي النتيجه كارنيه الدراسات اول حاجه يبص فيها حاجتين، اللغه. انا كنت في مدرسه لغات، اللغه العربيه اللي احنا نسيناها دلوقتي جايبه فيها كام؟ افندم؟ جايبه كام في اللغه العربيه، وجايبه كام في الاخلاق والسلوك؟ اكتر من التعليم نفسه، من بقيه الحاجه، من بقى الفرنساوي والتاريخ والجغرافيا والماس وكده. مش هو ده، هم دول اللي هامينه. اولا هاموا الاخلاقيات واخلاقك، انه مفيش حاجه اسمها هاخد 14 من 15 في الاخلاق. ليه؟ هو انت مش متربيه؟ ازاي بنتي انا تبقى مش متربيه؟ يعني دي كانت بالنسبه له مصيبه، مصيبه دي مصيبه. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه اللغه العربيه، مش عشان انت بتعرفي لغات تانية، مش عشان بتتكلمي فرنساوي وانجليزي تنسي اللغه الاساسيه اللي احنا شايفين دلوقتي اولادنا ما بيعرفوش عربي. انت عارفه ان فعلا انت ما بيقروش عربي، رغم معرفتنا بيكي ان انت نادره ما بتقولي كلمه. انت بتعرفي فرنساوي وانجليزي كويس جدا، ولكن ما بنلاقيكيش بترطني او بترمي الكلمات، علشان والدي الله يرحمه علمني كده. ورغم ان هو كان معاه لغه، هو خريج سوربون مع الاجانب، لكن ما كانش بيتكلم معاكم باللغه في البيت زي دلوقتي. احداث اللي هو بنتكلم طول الوقت بالظبط كده. هو كان دايما يقول ده نوع من الإحداث. يعني أنا بتعلم في فرنسا وبتكلم بيرفكت فرنش زي الفرنساويين يعني، واساسا بشتغل بالفرنساوي. لكن يوم ما اتكلم لغه بلدي لا يقول لك يوم ما اتكلم اللغه على بعضها، يعني انا بتكلم عربي واتكلم عربي، اتكلم على طول. عايزه اتكلم انجليزي بتكلم على طول، مش كلمه من هنا كلمه من هنا، والصراحات كلها اجنبيه، ونيجي بقى على الاحفاد ما بيعرفوش عربي من اساسه. وما كانش ده الشياكه، هم بيعتبروا دلوقتي ان الشياكه ان انا ادخل مصطلحات انجلش وفرنش في كلامي، فهو ده الشياكه وده يعني سامية انت عندك يعني. انت عندك مشكله في فكره الباشا والبي؟ انا هقول لك بقى المشكله بقى في الباشا والبي. كلمه باشا وبيه هي اساسا الناس فهمها غلط، هي فاهمه انه باشا وبيه يعني هو غني وعنده فلوس فهو بقى باشا. لا خالص، دي رتبه. يعني انت مستشار مهم باشا، تبقى بيه او بعد كده باشا، لقب. ده لقب. لا مش لقب بس، ورتبه. ايوه رتبه وبتاخدي نيشان بيها وكده. عمي مثلا سفير، بس كان سفير مصر في انجلترا وشاطر، يعني مش اي سفير بياخدها، لازم تكوني كمان شاطره او عملتي حاجه فبتاخديها. مثلا جدي كان عمل حاجات كتير قوي كويسه فياخد لقب الباشويه. مش معناها انك انت عشان عندك فلوس فانت باشا. طب بتعملي ايه بقى في المجتمع اللي كل الناس بقوا باشا وبيه؟ لا ده كل الناس، هو في حد ده انت لما بيعاكسوا حد يقولوا له يا باشا. واحده حلوه ماشيه في الشارع يقول لها يا باشا. اي حد في الدنيا اسمه باشا، يعني يقول لهم على فكره دي كلمه لا احترامها. بعدين هي للاسف كمان اتصورت لينا مش حلو يعني. هقول لك انا شخصيا يعني، ودي طبعا الذهنيه عندنا بقت حاجه ثانيه، يعني في امتهان للكلمه ولللقب، ولان انا ليه كنت بحصل على اللقب ده ما بقاش احنا فاهمين القصه دي. هو انا واقفه في يوم من الايام قلت لوالدي وانا عمري ما هنسى، ممكن نشيل صوره جدي علشان عارفه بقى هما كانوا بيلبسوا بدله حلوه كده وماسكين سيف كده وكان شكله حلو قوي، كان جميل جدا كده كله هيبه. ممكن من فضلك عشان لو اصحابي جم شافوه هتبقى مشكله. قال لي ايه المشكله؟ قلت له مش هو دول اللي كانوا بيضربوا بالكرباج؟ هو انتوا وصلوا لك ان دي حاجه غلط، وصلتينها دي حاجه مش حلوه. اما بقى الامتهان اللي انت بتقولي عليه دلوقتي يا سهير، هو امتحان في كل حاجه، هي جت على دي. انت مفيش حاجه بقت واخده وضعها، يعني باشا وبيل معرفش مين بيه، واي حد باش مهندس واي حد دكتور، اي شيء في الدنيا اللي هو عندنا سخاء في بقت زيطه في اوكازيون القاب. ايوه يعني انا مثلا لما حد يقول لي دكتوره سامية اقول لهم انا مش دكتوره، أنا سامية. أنا سامية لأني أنا مش حاسرة لقب، أصل ده لقب أو ده شغل. أنا عشان آخد دكتوراه ده أنا درست وتعبت وامتحنت وعملت حاجات كتير، فهو مش عشان توريني إنك بتحترمني تقولي دكتورة. أنا مش دكتور، وأنا على فكرة برضو ست محترمة بس مش دكتورة يعني. أنا عايزة شوية أخش شخصي، ممكن؟ اتفضلي حضرتك. ممكن؟ ايوه طبعا. انت مش الشخص اللي سمعت عنه انه اتجوز اكتر من مره، انت لا مره واحده. ليه يا سامية؟ عشان كفايه كده. ليه مره واحده كفايه قوي؟ انا في رايي كده. ده قرار ولا ما لقيتيش الشخص اللي انت؟ لا هو قرار. قرار. قدرتي تفضلي صامده ليه؟ ازاي؟ هقول لك حاجه، يعني أنا شفت حاجة معينة. يعني أنا اتجوزت، ممكن نقول عن قصة حب كبيرة جدا، القسمة ونصيب. بعد فترة خلاص كنت مقتنعة إن أنا خدت زي ما تقولي إيه، برغم كنت صغيرة جدا يعني، كنتش كملت 40 يعني لما حصل الكلام ده. أنا خدت نصيبي من الدنيا، من الحب ومن كل حاجه، وعندي ابني ربنا يخليه يعني. ساعتها انا قلت كده فخلاص، وانا مش محتاجه اني، مش حاسه اني عندي احتياج. عندي صديقات جمال جدا، عندي عائله جميله جدا. ما كنتش عايزه حد يطبطب عليكي، حد يدلع ساميه، حد يسألها؟ ولا اصحابي بيقوموا بالعمليه دي. لا انا وبعدين انا كرجل ازاي قدرتي ماسكه قلبك؟ يعني انت امراه جميله، فاكيد لا ازاي يا حبيبتي، واكيد حواليكي ناس عايزين ممكن يرتبطوا، لكن انت كنت قويه كده وماسكه نفسك كده، ازاي عملتي؟ والله ما تسالينيش، هي الموضوع جه كده، هو جه ان انا قلت من يوم ما حصل الانفصال، وكنت انا اللي طالبه الانفصال، قلت انا من يوميها خلاص ده اسميتي ونصيبي في الجواز، ما احبش اعيد تجربه تانيه، وخليني بقى في شغلي وفي عملي الاجتماعي وفي حياتي. الجواز مشروع فاشل؟ ولا مش لكل الناس؟ مش لكل الناس، ما تقدريش تعممي، حرام حرام التعميم، لان في ناس. هل الفكره اللي متصدره ان زمان كان كل رجاله سيد سيد بتنوعات مختلفه، مش لازم هو نسخه من سيد سيد عبد الجواد اللي شفناه في ثلاثيه نجيب محفوظ، وان الستات ست امينه اكيد لا، بس كانوا الصوره المتصدره ان الست كان مهضوم حقها، وان الراجل كان هو سيد قراره وسيد قرارها وسيد كل حاجه. يعني انا هكلمك عن تجربه شخصيه عندي، انا ما شفتش الكلام ده، انا شفت ان الراجل بيحترم مراته، ست فوق الراس حتى لو هي مش بتشتغل مش حاجه، وهي قاعده في البيت، هنومه قاعده في البيت بتشوف الاولاد، كان في ما اعرفش، يعني انا بشوف ان كان في نوع من الاحترام الزايد بين الزوج والزوجه مش موجود النهارده. عشان كده كانوا هم بيكملوا دول، ما كانش، وعشان كده هم بيكملوا كتير زي لا بصي بيكملوا. واحنا عندنا الطلاق زمان ما كانش حاجه، ما كانش اوبشن اصلا، لا ما كانش اوبشن، وكان قليل جدا، بس ايفن لو حصل لسبب من الاسباب كانوا حتى الطلاق في احترام، باحترام، وكانت العائلات بيعملوا حاجه غريبه جدا، يعني وانا فاكراها جدا، ان هم على طول مع الزوجه الاولى، يعني نقول مثلا في فرح يعزموا الزوجه الاولى، ام الاولاد، يعني لو كان الجوز مثلا راح حب السكرتيره، حب عمل اي حاجه مثلا واتجوز تاني والست اتطلقت، لا الكل مع الزوجه الاولى. كانت العائلات حتى لما بتتطلق بطريقه محترمه، من غير المعارك اللي هو الطلاق المتحضر المحترم اللي فيه رقي، يعني كان كل حاجه كانت شبه الزمن وشبه الاخلاق والتعاملات بين الناس في الفتره دي. هو انت تحسي كده حتى بتشوفي الافلام الابيض في اسود، وانت قلتيها في الاول ان انت حتى الحاره نظيفه، او البيت الفقير بيبقى من البيوت الاغنياء، لكن الحاره نظيفه، البيت الفقير نظيف، الناس كلها نظيفه، الناس كلها بتقول لك نهارك سعيد. عمرك في حياتك شفتي لفظ خادش في اي فيلم؟ لا فيش. انا عايزه في ابن كذا وابن كذا وابن كذا في الافلام، فيعني لا هو في فجوه حصلت. يعني انا هرجع تاني لساميه، معلش انا اسفه بروح وباجي بسوير وانا بنتكلم معاكي، لكن انت برضو من الشخصيات اللي في وجهه نظري برضو قويه، انت عديتي باكثر ابتلاء مش عادي، وانك مش تنسي تتناسي وتعدي الحياه، وهو وفاه الابن. التجربه صعبه. لا هو مش صعبه، هي اصعب شيء ممكن في ما بقى يعني مميته. لا ونسيت او تناسيت، لا ما حصلش، هو خلاص جرح كبير قوي عايش جواكي، واذا كان الابن او الحبيب قوي ده جنبك، هو ما بقاش جنبك، هو بقى جواكي. هي الدنيا المعيار كله بتاع الحياه بيختلف. عارفه ليه بسالك؟ لان ناس كتير لما بيشوفوكي في كل الاماكن ما بيبقوش عارفين، اللي ما يعرفوكيش ايه الست الدلعه دي، ايه الحلوه دي، الشياكه دي، يا عم مش حاسه بحاجه. مهم جدا اننا نقول ان الست دي وراها الم ما يعرفوش غير المقربين منها، وهو وفاه الابن في سن كبير، او اللي جربوه وفاه الابن دي. لا بصي هو في حاجه، يعني هو في دعاء اللي انت بتدعيه، والرسول عليه الصلاه والسلام بيدعيه انه يعني يكفينا شر الغفله. الغفله دي كارثه، ان الواحد بقى مش منتظر حاجه ويلاقيها حصلت، دي كارثه الكوارث، شر الفجأه. دي كارثه الكوارث اللي هي لا قبلها ولا بعدها. بس امر الله، في عمر، في حاجه ربنا هو كاتبها، هنقول الحمد لله، هنقعد تعبانين جدا 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 لغايه ما هنروح. اما بقى اللي انت بتقوليه ده، هي الناس كلها عندها هموم، هم ناقصين انا اشيلهم همومي؟ يعني انت ما بترضيش تشيلي حد خالص الوجع اللي انت عايشه؟ لا خالص خالص. ابدا لا، هو ذنبهم ايه؟ ما هم كل واحد يعني، هل ننكر ان كل انسان عنده هم، كل واحد عنده هم على وجعه، عنده هم. طب بتطلعي فوقيه ازاي؟ يعني بتحاولي تعدي الايام ازاي؟ بتقولي ايه لنفسك؟ بتعملي ايه في البيت وانت قاعده لوحدك؟ الالتجاء الى الله، مالكيش مالناش غيره. ولما تقفل معاكي خالص بتعملي ايه؟ الله، مالناش غيره. ما انت لو ما كنتيش مؤمنه قوي وبتلتجئي لربنا قوي وتصلي قوي وتدعي وتقري قران وبتقولي له يعني طبطب عليا، بيطبطب قوي كمان، بيطبطب قوي وبيخليكي تتحملي. ما هو والا كان كل ام فقدت ابنها رمت نفسها وراه من الشباك، يعني هو لانه ده حاجه صعبه جدا 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 ما تتوصفش. هو بيدي من عنده، بيدي من عنده رحمه وصبر. الحمد لله. هاخدك من الحته الصعبه قوي. خلاص احنا بس حبينا وارجعك تاني لفكره كانت حلوه جدا زمان، يمكن في بعض العائلات محافظه عليها او بعض الاسر بتحاول انها تحافظ عليها، لمه العيله والسفره والميعاد المقدس سواء لوجبه الغداء او لوجبه العشاء، سواء التجمعات في يعني رمضان الى حد ما احنا لسه محتفظين بيه لان احنا وقت مضطرين، هو احنا مضطرين ليه؟ لكن انا بتكلم على الايام العاديه وناس اللي هو يوم الجمعه، يوم ثابت، يوم عائلي. انت بتشوفي ليه احنا افتقدنا ده او وصعب ان احنا نرجع لده تاني؟ يعني احنا هنبتدي باول حاجه السفره. السفره زمان دي كانت حاجه جميله جدا. اولا انت كان في وقت معين نقول الساعه 3 او 4 عشان كل الاسره تكون موجوده، كله لابس، كله لابس لبس مش بيجامات، ممنوع بيجامات، مفيش اصلا خروج لبره، مفيش حاجه اسمها بيجامه ايه وقميص النوم والحاجات دي في اوضه النوم بس. لو لابسه مرياله المدرسه، لعي مرياله المدرسه والبسي وتعالي، كله قاعد فورمال محترم. اوكي، الاكل له احترامه، توضيبه السفره حلوه يعني جميله، ورد مش وردايه ذوق، يعني في ذوق، الاطباق الطقم العادي بتاع البيت، بس الاكل محطوط بطريقه حلوه. لو انت عندك سفراجي بيلف بالاكل، ما عندكيش الاكل محطوط، العين بتاكل قبل تتذوق. كان زمان يقولوا حاجه ايه اسمها دقيه، يعني كل حاجه دقيه باميه، الباميه جنب الباميه، دقيه كوسه، الكوسايه جنب الكوسه، مش مفيش لخبطيطه، مفيش كله متنظم حلو. ومش اصناف بقى 150 صنف زي دلوقتي، هم 3 اصناف، سلطه ونوع بروتين. الرز ما تحطش كده، الرز لازم يتحط في بتاعه الجيلي، مقلوب ومتزوق. منظر السفره يفتح نفس من قبل ما تاكلي، وفي ساعه معينه الكل لازم هيقعد فيها، مفيش بقى ولا حد يقوم ولا حد يقعد، وما تقوميش غير لما الكل يخلص. مش انا ورايا تليفون وده انا ورايا لا لا لا، كله لا، العيله كلها. فده بادئ ذا بدء دي السفره اللي هي مش موجوده خالص دلوقتي، اوبن مش موجوده خالص. ده قدام التلفزيون ودي في اوضتها وده في وكل واحد على كيفه، واكل البيت مش عاجبنا اكتر اساسا فبنجيب دليفري. الكلام ده ما كانش يعني خالص موجود، فده البدايه. اما موضوع الاسره ان العيله كلها تجتمع مع بعضها مره في الاسبوع، ده شيء مقدس، يعني شيء ما فيهوش كلام. وما كانتش الاسره يعني الاب وولاد، يعني رب الاسره وولاده، لا ده اولاده واخواته، العيله كلها يعني ولاد العم كلهم. وكان بتبقى مرتين تجمع عائلي في يومين للعيله، يوم اهل الاب ويوم لاهل الام. يعني انت وولاد خالتك واللي هو ناحيه والدتك وخالاتك وخلانك، ده يوم، واليوم الثاني اللي هو بتاع العمام والعمات ففي عندك يومين في الاسبوع دول مقدسين، دول يعني انسيهم يكونوا وراكي اي حاجه. ايه اللي غير الحياه دي؟ رتم الحياه، السرعه، الفلوس، شويه دلع، يعني ايه ده؟ بندلع ولادنا زياده عن اللزوم، بنبسطهم زياده عن اللزوم، فبقوا لا، هو امراض الرفاهيه بالظبط. انت جبتي ان انت بتدلعيهم زياده عن اللزوم، يعني انت مش جاي، انت لو قلتي الولد ولا بنت النهارده يوم العائله ده يضحك عليكي، يقول لك انت قديمه قوي يا ماما، او يبقى يوم مع انه حلو قوي لانه بيربط العيله ببعضها، بيربط الاولاد ببعضهم، ولما يكون في احفاد بيربط الاحفاد مع بعضهم. طب احنا ليه عمالين ده احنا جزر منعزله، العائلات ما بتعرفش بعض، والاجيال الجديده ما بيعلمهمش علاقه ببعض، ولو اتقابلوا مش هيعرفوا بعض. يعني ده هو كمان كان بيبقى مثلا في بقى يعني مره في السنه، مش كتير، او مرتين في السنه العائله بقى كلها، يعني مثلا انا عيله ابو الفتوح العيله كلها مثلا عيله والدتي كلها، بحيث ان الاولاد مش معقول ما بيشوفوش بعض غير في يا اما في فرح يا اما في عزا، لكن في العادي في الطبيعي بين العزا وبين الفرح محدش بيشوف حد. دلوقتي بقى ما بيشوفوش بعض بقى من اساسه. طب بما ان انت سيده مجتمع متأصله يعني وعلاقات كبيره جدا، في مقوله شهيره بتقول ان اكبر مشكله في مجتمعنا دلوقتي الستات بينها وبين بعض، ومعظم خراب البيوت بيجي من الستات بينها وبين بعض، ومعظم الطريقه اللي احنا عايشينها بالدلع والرفاهيه جايه من الستات بينها وبين بعض. بنسبه كام في الميه كلامي صح؟ 100%. 100%؟ طب ليه اخلاق الستات بقت عامله كده؟ يعني ليه نفسيات واخلاق الستات ما بقتش فيها رقي او انسانيه؟ بلاش رقي، انسانيه. ده حاجه دي مصيبه. مصيبه احنا بقينا عايشينها حاليا. في نوع من المنظره، في نوع من انا عزومتي احسن من عزومتك، انا خروجتي احسن من خروجتك، انا ساعتي اللي هو التباهي بالمظاهر والشكليات. بالظبط، بالمظاهر. اصبحت المظاهر هي التي بتحكمنا للاسف. يا لهوي، لدرجه ان في يعني نقول ايه، بنات اصحابي مثلا ساكنين في حتت معينه في الكومباوندز الجديد، بتقول عايزين نمشي، عايزين شقه، احنا مش ملاحقين على المنظره اللي حاصله، كله بيتمنظر على كله، فده بيعمل مشاكل. ومثلا لما واحده بتلاقي لا صاحبتها او جارتها ده عربيه طبعا اجد من بتاعتها، او ساعتها احلى من ساعتها، او بتحصل مشاكل. الموضوع دي بيلفت النظر للساعه بس في حاجه بقى، الشطاره ان انت تنتقي ناس زيك، تبقي محاوطه نفسك. ايوه، عندهم قناعه ورضا، بالظبط، وناس شيك ايا ما كان المستوى اللي انت فيه، وايا ما كان المكان اللي انت عايش فيه، وايا ما كانت امكانياتك، ففي رقي وفي انسانيه، مش في بذخ ومظاهر ومين يسابق مين ومين يعلي على مين. الرضا لايه؟ لمن يرضى، لمن يرضى. ويعني اول ما ترضي بحالك هتبقي اسعد خلق الله. طيب زمان كان في اتيكيت، انت بتشوفي الاتيكيت دلوقتي عامل ازاي؟ ده جزء. ولبس الستات دلوقتي عامل ازاي، او اللبس البنات الصغيرين او لبس الولاد، يعني ايه اللي يعني بيعمل لك تلوث بصري وسمعي؟ ان ممكن قوي سيدات ما تلبسش حاجه اللي تتناسب مع كل، يا جماعه كل عمر له لبسه، ليه رونقه، كل عمر له رونقه. والشباب، كلمة شاب صغير دي لوحدها لها رونق، في اسمه رونق الشباب من العينين والشكل والجلد الحاجة تبقى حلوة عليه. ما ينفعش أنا أبقى مثلا ست تعديت 40 أو تعديت 50 أو ألبس لبس اللي هو الصغيرين، أو بيبقى مضحك. أنا في رأيي إنه ده مش حلو. البهرجة الزيادة، الكتير قوي، اللي شعر الكتير والرموش الكتيره والضوافر الكتير. على فكره الحاجات دي ممكن تتحط، بس تتحط برضو بستايل تبقى حلوه يعني، لكن كله كتير، ده كتير ده كتير ده كتير، فليه كده؟ بس اللي يريحك انت. لو انت عايزه تستريحي ما تدخليش في الماراثون اللي حاصل ده. بتعملي ايه؟ بتوقفي نفسك ازاي؟ لا توقفي نفسك ان يبقى اللي حواليكي او الدايره الصغيره بقى بتاعتك، مالكيش دعوه بالدايره الكبيره. اوكي، الدايره الصغيره بتاعتك يبقوا ناس زيك، بيفكروا زيك، راضيين بحالهم مبسوطين واي حاجه تبسطهم. يعني انا والله لا يعني انا حاليا دلوقتي اكتر حاجه تبسطني لو قلتي لي تعالي هشربك شاي ولبن وجبنه وبقسماط، انت كده عملتي لي احلى حاجه في حياتي. رحت عزومه ارائي الاكل بيتي الاكل المصري بيتي اللي هو اللي احنا كنا بنعمله، احنا عمالين من غير ما بنحس بنضيع الهويه بتاعتنا. حتى اكلنا احنا الاكل المصري ده اكل حلو، حتى ده بنضيعه. العزومات ما بقاش فيها المحاشي والحمام والملوخيه والمسقعه والبصاره بالظبط كده، والبصاره والكشك والفته بتاعتنا اللي بالرز. لا دلوقتي فته، لا دلوقتي سوشي وموشي وموشي ونودل خلاص. في حين مثلا روحي لبنان فخورين جدا بالمطبخ بتاعهم، هو حلو ما اقدرش اقول انه مش حلو، بس احلم بتاعنا. السوريين كذلك، فلسطينيين كده، الاردن. احنا ليه مش مبسوطين بنفسنا؟ مع ان احنا حاجه كبيره قوي، ده احنا حاجه جميله جدا، هو احنا بس احنا اللي مش عارفين. هو انت شايفه ان احنا مش راضيين، فطول الوقت احنا عايزين ده وده وده وده، او بنتمنظر نبقى شبه ده ونبقى شبه ده وناخد من ده وناخد من ده. عايزين كل حاجه، مفيش حد بياخد كل حاجه. لا بس هو ده يعني هي دي يعني دي المشكله. ممكن في دايره معينه ممكن راضيه ومبسوطه، لا بس انزلي لتحت بقى، تنزلي لتحت اللي هو ايه؟ اولا للسن اللي اقل، انت بتلاقي الهويه بتروح من تحت لتحت. للصغيرين مفيش هويه خالص. انت طول عمرك فخوره انك مصريه صح؟ كلنا جدا، كلنا فخورين مصريين. هتيجي على الصغيرين هم ما بيعرفوش عربي من اساسه. ما هو دي غلطه مشكلتهم، دي غلطه امهاتهم جدا، الاسره ومشكله الولد. لا ما هو الولد ما اختارش كده، بس هي اللي قاعده بتكلمه انجليزي، وهي انجليزي صح كمان، هي اللي قاعده تكلمه انجليزي وهي اللي مفهمانه. طب انا عايزه اسالك على حاجه مهرجة الافراح زايده قوي قوي اوفر قوي، بقت ممله. طب انت بتتكلمي مثلا على افراح زمان، هو بقى البهشوات والبهوات، كان الفرح احسن فرح في الدنيا في البيت وجروبي وفرقه موسيقيه واحده لو كان العريس والعروسه بيقعدوا ما بيتحركوش. ايوه وفي مسرح كانوا حلوين قوي. يعني انا في فرح بتبقى حفله حضرته وانا عندي مثلا 3 سنين او 4 سنين، انت متخيله ان هذا الفرح من كتر حلاوته ان هو لازق، ليه لازق في الماء؟ من كتر حلاوته، من كتر شياكته. وبس هو طبعا اهم ما فيني كان في عبد الحليم حافظ، فانا مش قادره انسى الفرح ده ابدا. يعني وفاكره هو كان فرح ابن عمتي، وفاكره عمتي كانت لابسه ايه قد كده شيك واليجنت يعني، وكان في بيت. كانت الافراح في البيوت، يعني لو عندك فيلا كبيره في بيت كتيره قوي قوي قوي، كان بيبقى في سيميراميس. اللي بيحصل بقى دلوقتي ملايين مملينه، وانت بتحضري حرام. بيقولوا انت ماشيه تقولي يعني هو انا دلوقتي ماشيه على فلوس. ايوه انت ماشيه على فلوس، انت كل خطوه انت بتخطيها في البهرجه دي هو فلوس صح. انت ممكن طبعا انت لازم تفرحي بقى، كل واحد لازم يفرح باولاده ولازم يعمل لهم فرح، بس المعقول حلو. لكن ايه اللي مش معقول ده؟ وايه الكتير قوي ده وايه الملايين؟ ويا ريت بقى، يا ريت حد بيطلع مبسوط. دي مشكله، دي المشكله بقى. كله بينتقد، هو كان ناقص ايه؟ لا اصل اللون الكحلي شويه كتم، لا ما اعرفش. طب انتوا كل الملايين الممليانه اللي كنت فيها دي وبرده مش مبسوطين؟ لا طبعا لازم كلنا، كل واحد انسان يفرح باولاده بس بالمعقول صح، خاصة في اللي احنا فيه دلوقتي. احنا فرحنا بوجودك معانا، انا فرحانه قوي على وقتك، وهانم من هوانم الزمن الجميل. ومصر مليانه هوانم حلوه، ويعني رغم كل التشوهات اللي حصلت لكن لسه في ناس حلوه، لسه في زمن جميل. بس احنا ما بقاش مكتسح زي الزمن اللي مش جميل مكتسح. الهانم مش لفظ، الهانم اسلوب وسلوك وتربيه، فانتي بتمثلي المعنى الحقيقي لكلمه هانم من هوانم زمان. ربنا يخليكم سامية ابو الفتوح، نورتينا. واولاد الاصول، لان في فرق بين ولاد الاصول واولاد الناس. كلنا اولاد ناس لكن مش كل الناس ولاد اصول. لسه حلقتنا مكمله، نشوفكم بعد شويه. التالي الفنانة الشابة لينا صوفيا في ضيافة الستات. بتعملوا ايه؟ احلى بنت في البحر الاحمر كله. اكشلي في مصر كلها. ايه التواضع ده؟ ما تقولي في الوطن العربي. دينا، ايه ده؟ مش المفروض تخبطي الاول؟ بقالي ساعه بخبط. طبعا هتسمعيني ازاي وانت حاطه الهباب ده على ودانك؟ مبروك يا مامي، انت بقيتي ترندنج. It's for the way you look at me. And oh, it's only one that I can see. انت اللي بتعملي ايه هنا يا مامي؟ ومين الولد ده؟ انت مين اللي معاكي ده؟ مش صغير عليكي شويه يا مامي؟ ما تغيريش الموضوع، انت بتتهببي تتزففي تعملي ايه هنا؟ خارجه مع صاحبي. بنجاب تحيه لكل المشاهدين. زي ما انتم شايفين يعني صغيره شكلا وسنا وحجما، ولكن هي قويه جدا في الاداء التمثيلي، وقدرت انها تخطف الانظار رغم ان هي لسه في بدايه الخطوات الاولى ليها في عالم الفن، ولكن هي من اول دور وهي عامله بصمه، ومن اول دور وهي اسمها بيتقال وبيتعرف على الاقل في وسط المنتجين والمخرجين، وشكلها بقى معروف بالنسبه للجمهور لانها بتتغير. بدات من وهي 6 سنين، فشكلها بيتغير على مر السنين لحد ما وصلت لكامل العدد في رمضان اللي فات، وكانت ناس حباها جدا ومستفزه منها جدا، لكن هي اكيد بنوته جميله وعندها حكايه وعندها احلام وعندها طموحات كبيره جدا، ومنورانا النهارده واسعدتينا ونورتينا وشفنا لك حاجات حلوه قوي. شكرا جدا. شكرا لينا. لينا صوفيا ده الاسم مركب يا لينا؟ لا، انا اصلا فرنسويه، وكفرنسويين بيكون عندنا اسمين او 3. اوكي، انا عندي 3 اصلا. اسمي لينا صوفيا عائشه. ده لينا صوفيا عائشه. طيب أيوة. اللي انا فاهماه برضو، بما ان انتي فرنسويه فمعنى كده ان لكل اسم فيه حد ريليتد تو، يعني لينا ليه، صوفيا ليه، عائشه ليه. اوكي، انا اصلا مامتي كانت عايزه تسميني لولو بس بابايا ما كانش عايز، كان عايز يسميني لينا، فسموني لينا. اوكي لينا، وبعدين يعني كلام بابا هو اللي مشي في الجزء ده في الاسم. ايوه. صوفيا بقى تقريبا كانت مامتي عايزه تسميه، كانت عايزاه، كان لازم صوفيا. يبقى دي عرفنا سبب صوفيا. عايشه، وعايشه ده اسم مامة بابايا، جدتي الله يرحمها. اذا باباكي ليه في اسمك 2. ايوه 2-1. اهلا وسهلا بيكي حبيبتي، نورتينا وشرفتينا. يمكن هنخش من الاخر للاول. هبتدي بدور فريده، وهقول ان فريده من الادوار اللي علمت مع مصر كلها، مش بس حد معين، لا مصر كلها حبت فريده، وبالذات الجيل بتاعكم وسنكم. وانت كده وانت قاعده قدامي بتفكريني ببنت اخويا شبهها ونفس رفعها وشعرها وكل حاجه. الدور ده جالك ازاي؟ انا عملت اوديشن ليه من زمان جدا جدا. احكيلي. واصلا انا في مسلسل قواعد الطلاق 45 مساعد المخرج استاذ اسلام، هو كان مساعد المخرج، وهو كلم مامتي وقال لها على الدور ده. أوكي. وكان قايل لي لازم لينا تشتغل مع استاذ خالد الحلفاوي. أوكي. فانا عملت اوديشن للدور ده بدري جدا جدا. وبعدين سافرت عشان اصور فيلم في لبنان لسه ما نزلش، اسمه حسن المصري. ولما رجعت بقى كانوا خدوني، فانا كنت اخر واحده قابلت الكاست كله، كانوا كلهم قابلوا بعض وانا لكن وقتها لما عملتي الاوديشن وسافرتي استبعدت القصه من ذهنك، نسيتيه ولا كنت فاكره؟ نسيت عشان بعمل اوديشنز كتير جدا 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 يعني. فاكره الاوديشن كان ايه؟ كان معمول ايه؟ كنت عارفه قصه المسلسل؟ كنت عارفه حاجه عن لا خالص، كنت عارفه بس ان هو كانت بطوله دينا شربيني واستاذ شريف سلامه. فانا يعني ما كنتش عارفه غير كده، بس انا عملت اوديشن اصلا لدور امينه اللي هو دور اختي في المسلسل اللي هي المين والجامده بالظبط كده، الخجوله المنزويه طيب لما رجعتي وهم كلموكي على المسلسل ورحتي تتعرفي على فريق العمل، ايه انطباعك؟ حسيتي بايه؟ كان انت شفتي دينا قبل كده في هبته؟ ايوه بالظبط. انا كانت بروفه الترابيزه، انا كنت يعني خايفه جدا ان انا اقابلها عشان كان بقالي كتير قوي ما شفتهاش، فانا دخلت هي ما عرفتنيش. اكيد البنات في السن ده بيتغيروا. بالظبط. بعدين شافت مامتي وقالت لي ايه ده؟ ايه ده؟ فعرفتني. فبس بعدين خدتني في حضنها وقالت لي وحشتيني وكده، انت كبرت جدا وقعدت تتكلم عليا وكده. بس ف يعني احنا يعني كالكاست احنا كاطفال يعني ما بقيناش كلوز جدا غير لما دخلنا على التصوير. اتصاحبتوا كلكم مع بعض؟ انا بحس ان احنا الناس في السن ده يعني بتبقى سهل انكم تتكلموا بعض وتتعرفوا على بعض. بالظبط، عشان احنا في المدرسه اصلا بنكلم ناس كتير في سننا، فاحنا اصلا بقينا اصحاب بسرعه يعني. سنكم ده اللي هو انت عندك كام سنه بالظبط؟ انا عندي 15 سنه. حبيب قلب ماما انت لسه صغيره، انت بتدي اصغر من 15 سنه. طب قولي لي انت لما شفتي اسعاد يونس، اسعاد يونس دي نقطه ضعفي. ليه بقى؟ أنا ليه؟ أنا ليه عيطتي لما شفتيها؟ عشان يعني أنا من وأنا صغيرة وهي دايماً في التلفزيون، هي دايماً موجودة في البيت، أنا مش فاكرة وقت أنا ما كنتش عارفاها فيه. أوكي. هي كانت زي حد من عيلتي. اللي هو عيطت من الفرحة يعني؟ أنا عيطت من الفرحة بصراحة، أو كان ستريس وفرحة، كانت ايموشنز كتير في نفس الوقت، وهي عندها كده بريزنس يعني، هي موجوده كده، عندها كاريزما وتخش في الموضوع على وتقتحمك على طول، وعندها ثقافه كبيره جدا بس مش يعني مش عارفه افهم شوينج اوف بالظبط، بس انت عارفه ان هي عندها ثقافه حتى لو ما تعرفيش هي عندها. اول حاجه قالتها لك اول ما عيطتي زي البيبي كده اول ما شفتيها؟ هي لا هي انا كنت بحكي لها حكايه وهي بصت عليا كده وانا بدات بقى ادمع، وبعدين مامتي بتقول والله العظيم هي مش كده لا كده، بس هي ابتسمت ويعني سلمت عليا كويس جدا. انا بحبها جدا يعني، بيج فان ليها. طب انت عشتي في فرنسا قد ايه؟ انا ما عشتش في فرنسا، انا اصلا مامتي مصريه وبابايا مغربي واصله فرنساوي، بس احنا بنسافر كتير هناك وبنسافر في العالم يعني. انت ما حسيتيش بفرق بين الثقافه في فرنسا وهنا يعني؟ ما كانش عندك لا طبعا انا عندي عيلتي في فرنسا وطبعا بحس بفرق ثقافه وكده، بس احنا اخترنا ان احنا نعيش في مصر عشان يعني مصر برضو فيها ثقافات كتير جدا يعني. مش حاسه ان يعني لو شفنا الدي ان اي بتاع اي حد مصري مش هتلاقيه مصري بس يعني، مفيش حد بيور مصري. فانا يعني مصر دي بلد متفتحه يعني، بالذات يعني الناحيه بتاعتي بتاعت مصر، يعني مصر دي بلد بحبها جدا جدا. لا وفي نفس الوقت انت عايزه تمثلي مصري. ايوه بالظبط. وتطلعي من مصر لاي حته ثانيه يعني. لا انا قعدت انا عايزه امثل على فكره في فرنسا، وانا مثلت في المغرب كمان. انا فاهمه، لكن كفنانه مصريه يعني هند صبري بتمثل في المغرب وفي نفس الوقت في تونس، سوري في تونس، ومع ذلك هي بتحب تقعد وتلاقيها في الاعمال المصريه. اعتقد ان وهي تونسيه انت كمصريه تحبي انك تبتدي من هنا. انا بحب التمثيل في مصر بصراحه. ليه بقى دخلتي التمثيل؟ احكي لي كده. في مصر؟ لا عموما يعني ليه؟ يعني انت عندك 15 سنه لا وهي عندها 4 سنين بتمثل. لا وانت عندك 6 سنين، ليه دخلتي هبته؟ يعني ليه كنت عايزه تمثلي ولا صدفه؟ انا لما كنت ساكنه في تونس عشان شغل بابايا، كان مره مش فاكره كنت قاعده في مطعم او حاجه، وفي راجل قال البنت الصغيره دي عايزينها في اعلان او حاجه كده، فمامتي خدتني ورحنا نعمل اعلان، وانا عجبتني جدا الكاميرا. ليه بقى؟ مش عارفه، حسيت ان انا نفسي قدامها يعني، حسيت ان انا مميزه او كده بحبها يعني. وكنت ما كسفتيش قدام الكاميرا؟ ما عملتيش اي حاجه؟ عمري ما كسفت قدام الكاميرا، مش عارفه ليه، بس حتى لو في يعني 50 شخص قدام ورا الكاميرا يعني، الكاميرا دي بتفرق معايا ان انا ما عنديش مشكله. انت عارفه ده معناه ايه؟ لا فاهمه الكلمه دي ايه؟ ان انت كاريزماتيك، الكاميرا بتحب اللي بيحبها، والكاميرا طول ما بتعرفش تكذب. لما بيجي حد بيحب الكاميرا هي على طول وتقوم عارفه انت لما تلاقي حد ما بيصدق هي الكاميرا بقى ما صدقتها. طب انت وانت فهمت اللي هو مش اعلام بقى، ده تمثيل، فانا داخله جد بقى. عملت ايه يعني؟ كنت مخضوضه؟ جهزت ازاي؟ عملت ايه؟ خاصة انه كان دور مهم ورئيسي. ده حقيقي، انا اصلا كنت بعمل اعلانات، بس فالاعلانات دي ايه، بنصور يوم يومين، فانا كان حلمي ان انا اعمل فيلم او بيج بروجكت، عشان انا صغيره وانا بحس ان كلنا يعني اطفال كنا بنتفرج على بيهايند ذا سينز بتاع الافلام، ونقول ايه ده فعلا دول ناس بيسافروا وناس بيصوروا بينطوا مش عارف ايه. لا لا، كان نفسي نفسي نفسي. فانا عملت اوديشن لهيبتا، ولما جالي الدور فرحت طبعا جدا جدا. وبعدين يعني الفيلم ده مليان ممثلين يعني طب قولي لي لينا، انت دلوقتي الحمد لله بقيتي فجر معروف ووشك معروف، اصحابك بقى ايه بقى؟ انا عندي البنات بالذات، اصل انا عارفه نفسنا اكيد اكيد عشت حاجات وحشه، وعندي كان عندي اصحاب وقت طويل قوي يعني اتاثرتي؟ طبعا. يعني هل اقدر اقول ان مع بدايه خطوات الشهره في حياتك خسرتي قدامها اصحاب ما كنتيش متوقعه او اكتشفتي اصحاب، الوجه الحقيقي للاصحاب؟ بحس لا، انا اكتشفت قبل الشهره بس بعدين. ازاي بقى؟ او الشهره يعني مش حاسه ان انا مشهوره قوي، بس انا يعني حصل لي حكايات زي اي بنت بيحصلها، يعني تفتكري ان حد صاحبك جدا يطلع بالشخص كويس، غيره. يعني كان في ناس كتير برضو بتغير من علاقتي مع مامتي او كده، عشان حاسه ان ده مشكله كبيره قوي في الوقت ده، ان يعني في ناس كتير يعني ما عندهم، اكنهم ما عندهمش اب او ام، يعني اب او ام مثلا بيشتغلوا كتير قوي ما بيقعدوش معاهم وكده. فناس كتير من صحابي كانوا بيغيروا من العلاقه اللي عندي مع مامتي، عشان مامتي كانت دايما معايا، اذا كان في التصوير في انا عايزه نعمل ستريس على العلاقه بماما وهي بس اكيد. بس في ناس اكيد من اصحابك لسه مستمرين، طبعا. عشان الحياه فيها ده وفيها ده، طبعا، وفي جداد وداعمين 15 سنه، ده انت هتسيبي مليون. انا بحاول وهتتعرفي على 2 مليون اسمعي كلامي. انا بحاول ان السيركل بتاعي يفضل صغير، يعني انا عندي اصحاب، ايوه بالظبط، عندي اصحاب معينه بحبهم جدا وهم مش كتير خالص. ما تدخليش حد في الانر سيركل بتاعك، خليهم كلهم بره لغايه ما انت تختاري حد. عارفه حد يشفط حد جوه كل شويه من ان الاخر تشوفي حد. بما ان علاقتك قويه بماما، مين بيختار الادوار، هي ولا انت؟ هو بيكون يعني حتى مع بابايا بيكون بنتناقش مع بعض، بنتكلم كلنا مع بعض ونقف وانا اقول رايي وهما يعني نتخانق بقى، يعني نهزر كده، دايما بناخد القرار مع بعض. بس مين اللي بتسمعي وجهه نظره؟ وهل في مره حد يعني هم او حد بابا او ماما قال لك لا يا لينا الدور ده مش عايزك تعمليه وانت وافقتي؟ ما بيكونش يعني مش عارفه اعمل ازاي. هو من حقهم على فكره، طبعا، وانا بثق فيهم، يعني بثق في كلامهم جدا اكتر من بثق في كلمتي انا يعني. بس يعني في ادوار اللي هو مثلا مره جالي دورين في نفس الوقت، اوكي، ويعني انا هم يعني كان في دور اكبر من الثاني، بس الثاني ده كان دور في فيلم، كان في مسلسل له يعني تاثير، كان هيبقى مؤثر، كان تاثير، وكان استاذ تامر محسن كان مخرج، فما اقدرش يعني ما اقدرش اعمل مع تامر محسن، بالظبط ما اقدرش ما اعملش عامل مع استاذ تامر محسن. فبس فهم قالوا لي لا، لازم تختاري الدور اللي هيفرق معاكي اكتر، تتعلمي منه. وسمعتي كلام طبعا. طب انا عايزه اسال لسه قبل الافلام، يعني انا مش عايزه اتكلم عن افلام كتير بقدر ما انا عايزه اتكلم عنك. علاقتك بماما واصله لمرحله قد ايه؟ يعني انت كنتي قلتي لي انا مامي ناس اصحابي بيغيروا من العلاقه اللي بيني وبين ماما، اللي هو ايه؟ العلاقه دي عامله ازاي؟ احنا صحاب جدا، يعني انا ومامتي يعني احنا صحاب جدا جدا جدا، تقدري تقولي لها كل حاجه واي حاجه بالظبط، وهي اللي انا باخد منها يعني كل، يعني انا بحس ان احنا بنعلم بعض. يعني دايما مامتي بتقول لي يعني انا لما خلفتكم انا كمان اتربيت تاني، فبس فاحنا يعني بنكبر مع بعض. يعني بتتخانقي مع مامي؟ بتخانق اكيد يعني. طب وانت يعني كده دمعت ليه لما اتكلمتي على مامي؟ يو لاف يور ماذر وهي قاعده قدامي. يعني انت بتتبادلوا الادوار، شويه انت الام وشويه هي البنت وشويه العكس. يعني مش فاهمه ممكن حضرتك، يعني انت مامتها احيانا وهي مامتك احيانا، انت بنتها احيانا وهي بنتك احيانا. انت بتعيطي ليه لما جبنا سيره مامي قاعده قدامك؟ ربنا يخليها لك. قد ايه دموعك قريبه؟ ها لا مش كده، مامي فارقه معاكي في ايه؟ انت حاسه ان هي ليها دور قوي؟ انتوا عايزيني اموت ولا ايه؟ لا لا خالص. احنا فخورين بيكي ان انت قد ايه بتكني الحب ده والجراتيتيود لماما. واضح ان من غيرها ما كنتش عرفتي تكملي، صح؟ انا من غيرها ولا حاجه يعني. ربنا يخليها لك يا رب. مامتك لما جالك فيلم نزوه، وده كان دور جريء جدا، ان انت بنوته صغيره جدا وبتعملي دور بنت حامل، فده دور صعب وماما وافقت عليه. ماما بقى اتناقشتوا ازاي في القصه دي؟ في الدور ده انا اصلا فرحت جدا لما جالي، عشان كنت عمري ما عملت دور يعني مختلف خالص عني، طبعا ملوش علاقه بيا. فكان دايما بيجي لي دور البنت المستفزه مع مامتها وباباها، اتخانق مع مامتها وباباها، بس عمري ما جالي اللي هو انت في الحقيقه بس عادي يعني. بالظبط. عمري ما جالي دور البنت المستفزه وكمان حامل، يعني ده عمره ما حصل لي. فانا فرحت جدا من الدور ده، وحتى مامتي وبابايا شجعوني جدا عليه. عشان مامي قعدت معاكي او بابي قعد معاكي قال لك يعني تتاكلت ازاي، يعني تخشي في الدور ازاي؟ بالذات مامي فكره ان خلي بالك ان ده دور ممكن الناس تبتدي تقيمك من الدور ده. الناس اللي في الشارع ممكن يبقى عندهم مش درجه وعي كفايه انه يقول لك مش دي البنت اللي طلعت حامل في ال ايوه. انا يعني احنا اصلا اتخضينا من الناس، ان الناس اتخضت ان انا كنت حامل. احنا كنا فاكرين الناس هتتضايق من الموضوع ان انا كنت بحب شخص اكبر مني بكتير قوي. ان انا اصلا كنت بعمل دور بنت عندها 17 سنه، وانا اصلا كان ساعتها عندي 14 مثلا بالظبط. وكانت المفروض بنت عندها 17 سنه دي بتحب راجل عنده 29، والراجل عنده 29 ده في الحقيقه كان في اخر ثلاثيناته وماما. فاللي هو كان يعني فرق كبير قوي. فده افتكرت الناس هتضايق منه، بس الناس في الاخر ضايقت من موضوع ان انا حامل، وما عرفتش تفرق ما بين ان ده تمثيل وده مش انا. دي شخصيه مش انت عملتي ازاي بقى؟ في الاول اتخضيت وزعلت، قلت يعني كانت الناس يعني حتى في المدرسه كان في يعني بالظبط. انا كنت عايزه اوصل للحته دي. المدرسه ايه بقى؟ كانت الناس يعني يعني بتتريق كده، او بتقول انت ازاي عملتي كده، ويقعدوا يتناقشوا اصلا في سوق اصلا مش في سوق. كنت بتقنعيهم ازاي لما تتهاجمي الهجوم ده منهم؟ كنت بقول لهم يا جماعه يعني اجباروا شويه، ده تمثيل، انا بمثل يعني. حتى ما فيش اي حاجه، بالذات ان احنا في مصر فما فيش سينز اصلا، ما فيش حاجه حصلت غير ان اتقال ان انا كنت حامل. بس كويس ان انت واعيه ومش بتتاثري سلبيا. طب يعني انت عندك الوعي ومش بتتاثري بالرد الفعل السلبي، ولا ده ماما برضه؟ بتعلم منه، بحب اتعلم منه يعني. بشوف الناس بيقولوا ايه، ولو في حاجه مفيده ممكن تفيدني طبعا. انا عندي دايما نقطه او علامه استفهام. انا عارفه كويس جدا ان انت بتجري ورا الباشن بتاعك التمثيل، وانك عايزه تبقي ناجحه وفنانه موجوده وليكي حضور، بس في نفس الوقت اللي انا عارفاه من التجارب الاخرين ان لما بنبتدي في سن صغير نبقى ممثلين بياخد مننا حاجات كنا عايزين نعملها، بيخلينا متغيرين اصلا كشخصيه، بننضج اكتر. المسؤوليه بتاعت انك بتحفظي ودور وعندك تصوير وبتنزلي وبتروحي، بيخليكي شخصيه اكبر من سنك. فمش كل الولاد هيلفتوا نظرك. مش بحس يعني، مش عارفه يعني، انا مش بحس كده. انا عاجبني الرياكشن بتاعك. انت بعد ما خدتي بالك ده مش لا مش يعني مش بحب كتير يعني، مش بحب اصلا يعني. بحب بس لا مش عارفه ازاي. انا مستنيه الرد. اوكي انا مش بحب كتير، بس لما بحب قوي. بتحبي قوي؟ ايوه. بس هل طفله لسه برضه نضجك يعني فكره ان انت ما بتحسيش انك اكبر في العلاقه؟ لا بحس كده كتير. بكون اللي هو اصل الناس يعني معظم الولاد، مش كلهم، مش يعني كده okay. معظمهم بحس انهم بيحبوا لف ودوران. انا بحب straight to the point يعني لو انت بتعملي صغيرين كده في لف ودوران. طبعا. طب انت اول مره قلبك دق كان من كام سنه؟ قلبي دق مش عارفه يعني. ما اعتقدش انهم بيوصلوا القلب الدق. بعتقد ان هو اعجاب بس بحس ان بيكون تفاهه ممكن. جدا. بس هو يعني مش تفاهه، لكن انتوا بتبقوا فاكرينه ده. انا بناخده فور فن، عشان كده تلاقي مامهات اللي زي مامتك واحنا وسهير بنبقى متقبلين الموضوع، علشان احنا عارفين انه مش هيكمل كتير. لا مامتي بحس، انا حاسه ان انا لما هيكون في فعلا الشخص الصح مامتي هتكون هتقول لي هتبقى داعم فعلا، اصل كل حاجه حتى لو هي ما قابلتش الشخص انا بقول لها الولد ده مش عارف ايه وكده، بتقول لي لا، بتقولي لا، وبتقولي هيحصل كذا ويحصل كذا ويحصل فعلا بيحصل بالظبط. فيعني انا حاسه ان اليوم اللي هتقولي الولد ده هيكون فعلا هيكون هو الشخص الصح. قولي لي انت لما قعدت سنتين من غير ما تمثلي فعلا تعبتي نفسيا؟ تعبت فعلا جدا جدا، يعني انا مش عارفه ليه ما جاليش ادوار، بس ممكن ما كانش تمثيلي احسن حاجه، ممكن ما كانش شكلي مناسب. هو بيكون نصيب يعني في الاول في الاخر. احنا لازم نبقى مقتنعين ان احنا واحنا في المود ده بننتقل من الطفوله للشباب. لا، وفي وقت اكيد هنقعد شويه واكيد هنرجع نشتغل تاني بس في الفتره دي نبقى اذكياء ان احنا ما نديش الموضوع اكبر من حجمه واكتئب. لا، اعمل اخد ورش، اغير، اروح زي ما انت قلتي كده، انت فاتحه بتمثلي في باريس، في فرنسا، في المغرب، يعني ما نبقاش عارفين مش حاطين ان هو ده مصدر سعادتنا فقط لا غير. ايوه ده حقيقي، وده اللي انا يعني انا كان جالي اكتئاب عشان ما كنتش بعمل حاجه اللي بحبها. ساكن كان في المدرسه كان في بولينج برضو، فده كان ده اثر معايا قوي. بس يعني بعدين انت اكتئبتي عشان ما جالكيش شغل وعشان كان في تنمر في المدرسه؟ بالظبط، كان في تنمر على البريفيوس شغل اللي انا عملته. اللي انت عملتيه قبل خرجتي منه ازاي؟ التمثيل جو التمثيل جه وخلاص. ايوه بس قبلها بس انا يعني في الاخر لما فعلا جالي دور انا حمدت ربنا ان هو ما جاليش في الوقت ده، عشان ما كنتش جاهزه ليه. يعني انا حاسه ان ربنا كان مستني الوقت الكويس اللي فعلا اللي انا كنت هكون متحضره فيه. ايه مظاهر الاكتئاب اللي كانوا عندك في السنتين دول؟ يعني كنت بعيط كتير، كنت بكون مش عايزه اروح المدرسه، كنت بفضل في اوضتي. يعني ده بحس ان هو يعني ما بيكونش اكتئاب قد ما هو بيكون هو فتره بحس ان هي بتحصل لكل الناس. انت زعلانه حزينه. لينا انت حوشتي فلوس من الشغل بتاعك؟ انا ما اعرفش اي حاجه عن فلوسي، يعني هي مامتي بتحطها في البنك وبتسيبها هناك كده، وهما اللي وبابا وكده. يعني انت بتحوشي وهما بيدوكي فلوس؟ اصلا القانون في فرنسا ان ما ينفعش مامتي وبابايا يستخدموا فلوسي خالص. انا المفروض استنى لغايه ما اتم 18 سنه عشان استخدم، وانت تستخدمي فلوسهم لغايه 18 سنه بالظبط. طيب بعد 18 سنه ايه اكتر حاجه نفسك تعمليها بفلوسك؟ نفسي اعملها بفلوسي ايه ده؟ انا عمري ما سالي السؤال ده. مش عارفه، يعني حاسه ايه اللي نفسك فيه؟ يعني طموحك تشتري ايه؟ يعني يعني ايه اللي بتحلمي بيه يبقى عندك؟ ولا مجوهرات ولا ايه اللي بتحلمي بيه؟ ايه اللي نفسك فيه؟ ممكن يعني بحس ان انا اكيد هعمل شاريتي كتير، وعايزه اشتري بيت يعني او شقه صغيره. او احلى حاجه ان انت قدمت العطاء الاول. ايوه يعني شاريتي ده تطلع كرم وبعدين تفكر في يعني. وتاني حاجه انك يبقى ليكي بيت. ايوه بالظبط. طب كلمينا عن تجربتك انت عملت فيلم فرنسي؟ انا عملت فيلم فرنساوي وصورناه في المغرب اسمه ستوري، وهو فيلم رعب. فانا يعني كنت يعني فرحت جدا ان هو جالي عشان كان برضه حاجه مختلفه عن الادوار. ما شفتيش اصلا يعني الرعب دي الكلمه نفسها بترعب. هو انا اصلا كنت مرعبه في الفيلم، يعني مش حد بيراقبني، انا اللي برعب. انت اللي بترعبي. ايوه بالظبط. فانا كنت فرحانه ان انا هعمل دور مختلف وكده، وكان في سين المفروض ان انا بنتحر، وكانت يعني كانت فن جدا ان انا اصورها. انت دمك انت برج ايه؟ انا برج الحمل. برج حمل، برج دمه خفيف. يعني هو برج دمه خفيف ومصابر. بصي احنا يعني قد ايه احنا مبسوطين ان انت كنتي موجوده معانا، واحنا حابين كنا نعمل الحوار ده. بنوته 15 سنه محققه نجاح كبير جدا، وبالذات في رمضان وفي جيلك. يعني انت ليكي فانز من في سنك والاكبر شويه، يعني عارفينك وانت قد ايه كنت كيوت. فاحنا مبسوطين قوي ان احنا شفناكي. شكرا جدا، وانا مبسوطه ان انا شفتكم. انت اخر حاجه بتحبي ركوب الخيل؟ ايوه، انا مامتي اصلا من وهي صغيره هي بتركب خيل، وكانت يعني بتعمل بطولات، كانت بتركب في اسكندريه في نادي سموحه وسبورتنج، وفاهمه ان احنا صغيرين وهي بتاخدنا يعني نركب خيل مع بعض، ففي كل بلد لا سافرتها لازم نركب خيل فيها يعني. ركبت خيل في المغرب، في هولندا، فلازم ان احنا نركب خيل. احنا اصلا عيله بنحب الحيوانات جدا، وحتى الاب الروحي بتاعي عنده خيل كتير وكلاب كتير، فيعني من واحنا صغيرين مامتي عايز تعودنا على الحيوانات يعني. احنا سعدنا بيكي جدا جدا، وبنتمنى لك ونشوفك حاجه كبيره جدا وفوق كمان ما امنياتك واحلامك تحققيها ان شاء الله. ولسه حلقتنا مكمله، بنشكر لينا صوفيا ونشوفكم بعد الفاصل. وبنجد حال كل المشاهدين، ومعظمنا بيعدي بفترات صعبة جدا في حياته، وبنتعرض لأزمات نفسية ممكن تخلينا نفقد الثقة في الحياة، نبقى مش عارفين نتعايش، مش عارفين نتكيف، يعني مش محتاجين نمسك الخيط اللي نقدر بيه نعيش الحياة ونعدي. النهارده عايزين نعرف ازاي نتجنب الاصابه بالامراض، وايه علاقه الامراض النفسيه والعضليه بالافكار وبالاهتمام. في تفاصيل بسيطه في اليوم ممكن تكشف لنا حاجات كتير، وفي حاجه اسمها الاستشفاء الذاتي لنفسك. ايه قصه الاستشفاء الذاتي؟ هنعرف اكتر مع ضيفتنا اللي منورانا النهارده دكتوره بسمه جميل، استشاري العلاج الطبيعي والسمنه والنحافه. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيكي يا دكتور. زي ما سهير قالت، احنا هذا المصطلح الاستشفاء الذاتي حابين نفهمه اكتر، وازاي نقدر من خلاله نوصل للجسم المثالي صحيا وشكلا. جميل. هو فكرة الاستشفاء الذاتي جاتني لأن أنا بلاحظ إن أي شخص بيحاول يخس بيبقى نفسيا مضطرب، بيبقى عنده مشاكل نفسية مضايقاه، بيبقى في عنده معتقدات قديمة خانقاه، فده اللي بيخليه واحساس ان هو محروم مثلا من الاكل او انه هيغير نمط حياته او ان هو هيبدا مرحله حرمان. يعني هو رابط دايما ان هو بدل هيعمل دايت، بدل يعني هيعيش حياة صحية، يبقى هو كده هيتحرم. بالعكس، ده شعوره بالسعادة بيزيد لما يتخلى عن الحاجات دي، وفي التخلي تجلي زي ما بيقولوا. في التخلي تجلي، بس يقول لك ده حرمان وده نكد. في ده مرة وصفت الدايت بأنه نكد. ده حقيقي نكد، بس لما أفكر نكد حياتنا. لما أفكر صح هحس إن لأ، ده بالعكس. طب نعمل إيه؟ دي سعادة حياتنا. يعني نبتديها إزاي؟ أرتب نفسي. أنا عايزة إيه؟ هل أنا عايزة أستمتع بالأكل؟ أوكي تمام، ده اختياري، هختار إن أنا أستمتع بالأكل، بس ما أقعدش كل شوية أأنب في نفسي وأجرح في مشاعري وأزم وأنا اتخانقت ومش هينفع. يعني خلاص اخترت متعة الأكل، اختار متعة الأكل خلاص، أوكي. لكن اخترت متعة الصحة، هتبسط، هبقى سعيد أكتر، واثق من نفسي أكتر، علاقاتي بتبقى أفضل. يعني الناس لما بتمشي على نظام صحي سليم وتاخد فيتامينز وتنزل تتمشى أو تعمل أي رياضة، تيجي تقول أنا بقيت سعيد، أنا بقيت مبسوطة، حتى ردود أفعالي عن المشاكل اللي حواليا بيتقل. يعني جوزي بيعمل نفس المواقف، أولادي بيعملوا نفس المواقف، ولكن أنا ردود أفعالي بقيت مختلف، ما بقيتش مش عصبية زي الأول، مش بتوتر، بالعكس باخد الموقف الصح في الوقت الصح. فأنا الفترة دي كلها بربط، يعني هو إيه اللي بيحصل، هو إيه الفكرة اللي بتحصل. لقيت إن الاستشفاء الذاتي ده بيحصل من جواي لو أنا رتبت أفكاري، رتبت يومي، رتبت أولوياتي بهدوء جدا، بسلام جدا، هعرف أوصل للي أنا عايزاه. يعني ده حوار مع نفسي لو أنا رتبته في الأول طبعا بيبقى فيه صعوبة إن أنا أكتسب عادة جديدة، ولازم أتقبل إن يبقى فيه صعوبة، مفيش حاجة بتيجي فجأة، ولكن الصعوبة دي بتيجي بعد فترة، بتبقى تعود، بتبقى راحة نفسية، هبقى سعيد. فهي الفكرة جاية كده بالتدريج. طب أنت بتساعدي بقى اللي بيجي عايز يخس يخش في الفكرة دي إزاي؟ إن هو يفكر هو عايز إيه بالظبط، يعني انا كنت يعني بتبتدوا الحوار ازاي؟ بتبتدوا حوار ولا دايت ولا جميل إيه؟ انا كان عندي واحده امبارح بتقول لي داخله انا مش عايزه اعمل دايت، انا بحب اسهر وبحب اكل العيش كتير وبحب يومي يبقى مقلوب ومتلخبط. قلت لها اوكي انت مختاره، ما ينفعش اللي ابقى موجود في بيتنا وابقى باخد مرتب، ما ينفعش ابقى نايم في البيت واذاكر وانجح، لازم في الاول ده اختيارك يبقى تحملي نتيجته. طب وبعدين طب انت ليه رابطه سعادتك ان انت تسهري وتاكلي اي حاجه تيجي قدامك؟ ما يومك فيه كركبه وفي عدم ثقه بالنفس وعدم مسؤوليه وعدم ارتياح وخنقه. قالت لي ايوه فعلا. قلت لها طب ليه لما تربطي اكلك الصحي بسعادتك وثقتك بنفسك وعلاقاتك المريحه وعدم قلقك من المرض؟ ما انت هي كانت بنوته. قلت لها انت معرضه ان يبقى عندك تكيسات، يبقى عندك ضغط، يبقى عندك سكر، اللي يخليكي بعد ما تتجوزي تلفي على دكاتره النساء وتدوري على حمل ولاده. ما دي فهي الاول كانت رابطه الاكل بالمتعه، وبعد كده ابتدت تعيد تفكيرها ان هو فعلا هو مش متعه، ده هو مشاكل صحيه كتير ويدخلها في ازمات نفسيه كتير. فلو حد بقى وصل للمرحله دي، يعني انا رتبت اهو دماغي وحطيت اولوياتي وجيت لك، قلت لك بقى عايزه اخس، اول حاجه هنعرف يعني احنا ابتدينا منين. يعني ما ينفعش ان انا اوصل فجاه، ما ينفعش ان انا النهارده هغير كل عاداتي فجاه. جميل، ما ينفعش تقولي ممنوع ممنوع لا ممنوع. ما ينفعش اعمل كده. في الاول همشي بالتدريج. اول حاجه لازم انظم نومي، ابسط حاجه ان انا اشوف الشمس، شوف الحياه. يعني ننام الساعه كام يا دكتور؟ لو حد بينام الفجر مثلا اقول لها نامي 2 الاول. يعني في ناس بتنام 6 الصبح و8 الصبح. طب ننامي 2 الاول، بعد فتره ولا بعد اسبوعين 3 ننام 1، ننام 12 لغايه ما نقدر، لان مفيش حد هيقدر يقلب فجأة. تمام. عندي عدت مثلا ان انا باكل بالليل، خلاص نعمل صوم متقطع ونحاول نقرب الافكار شويه. طب مش بقدر امشي، مفيش مشكله، اعملي 10 دقائق، لان اي حد مش بيعمل رياضه فجاه نقول له روح العب ساعه ساعتين واحد مش هيقدر، مش هيعرف. اذا لو ابتدى 10 دقائق مقبول، 10 دقائق نفسيا هيقدر يعمل. اوكي، هيعتاد، هتبقى عاده، هتبقى عاده هتزيد بالتدريج. طب ايه المشكله لو زودت 10 دقائق، ربع ساعه، نص ساعه؟ الموضوع بيبقى ظريف جدا وبيبقى سهل. هل لو جالنا بعض الكيسز اللي صعب انها تبتدي دايت، هل يعني ممكن تشجعيهم انه الحقن اللي نازله جديد اللي بتقفل النفس؟ الحاجات اللي بتقفل فجأة بتفتح فجأة. مش حل سحري. الانظمه مثلا اللي هي الشديده قوي، الكالوريز القليله قوي، الدايت اللي هو بدون كارب خالص. ما ينفعش انا ابقى باكل حلويات كتير ويومي متلخبط وفجأة ابقى شخص منظم فجأة. الفجأة دي هتقلب فجأة تاني، وده اللي بتقع فيه الناس، وعشان كده بيفقدوا الامل. مفيش حاجه تيجي فجاه. يعني لو احنا حبينا نشرح نظام غذائي لشخص مش منظم اصلا، يبتديها ازاي؟ يعني مثلا قاعد بيتفرج عليه، طب انا ابتديها ازاي؟ اولا مثلا حد بياكل كتير بين الوجبات، كمان يبتدي الاول انا هاخد 3 وجبات بس. طب هبتدي ازاي؟ اكل ببطء، استمتع بالاكل. الناس مش بتستمتع بالاكل. الناس بتاكل لغايه ما المعده تجيب اخرها وتقوم. صح، تمام. لكن انا لو باكل سلطه في الاول، لو باكل بروتين بالراحه. البنات انا بقول لهم بلاش ناكل في طبق كبير وبسرعه، احنا يعني الانوثه بتاعتنا بتضيع واحنا بناكل. ناكل ببطء وبشياكه وبالراحه، كل ده هيخليكي تستمتعي، وفي نفس الوقت بناخد وقت في المضغ على الاكل، بقى يدخل المعده وهكون انا اتبسطت ووصل للمخ. دي بتاكل من بدري بقى، يعني وقت الاكل خلاص عدى، فبالتالي هقعد برضو فتره طويله شبعانه، معدتي هتستريح وقولوني هيستريح. مشاكل الجهاز الهضمي. واكيد في علاقه حضرتك تشرحيها لنا بين التغذيه والرياضه والراحه النفسيه. الهرمونات نفسها بترتاح. احنا لما بنبقى يومنا متلخبط في النوم وفي الرياضه وفي التغذيه بالظبط بيت متكركب. ما ينفعش ان انا فجاه ابقى سعيد وانا بيتي حواليه في كركبه كتير وفي لخبطه كتير. بيبقوا فعلا متلخبطين، متلخبطين، حتى مشاعرهم متلخبطه، اعصابهم طول الوقت متوتره، مش راضيين عن نفسهم طول الوقت. ولكن مجرد ان هي تقطع طبق السلطه، احساس طبق السلطه اللي هو بيتاكل ده بالراحه، وانوع فيه لان اوقات كتير بنربط طبق السلطه بنوعين ثلاثه خضار وخلاص. طب ننوع فيه ازاي؟ ممكن احط يعني ايه ايه ايه, إيه الحاجات اللي ممكن نبقى مش واخدين بالنا منها وممكن تضاف لطبق السلطه؟ اولا اللي مش بيحب طبق السلطه بيبقى رابطه ان هو طماطم وخيار بس، ده اللي انا بشوفه هو ده بس وخس ده اخره لما يحب يعني اوكي. لا، طبق السلطه ممكن احط عليه بروتين، ممكن احط عليه مكرونه، ممكن احط عليه لسان عصفور، ممكن احط عليه كم معلقه رز او عدس اصفر او عدس بجب، ممكن احط ذره حلوه، ممكن احط معلقه خل تفاح. دي صفحه حضرتك؟ دي صفحتي على الفيس بتقولي فيها النصايح دي للناس؟ بقول، وعلى التيك توك برضو واللي هي جروب ازاي تحبي نفسك، عشان انا حاسه ان الناس محتاجه مشاعرها تتعالج علشان نصايح ازاي نحب نفسنا، عشان في ضغوط وظروف حياه صعبه جدا. الناس بتشوف ان احنا الكلام النظري ده جميل، بس هو فكره التطبيق بقى، فازاي نحب نفسنا؟ مش بنعرف نقعد مع نفسنا خالص خالص. يعني هو أجمل حاجة إن احنا نقعد مع نفسنا ولو 10 دقايق ربع ساعة في اليوم، أرتب يومي شكله إيه، روتين وقت روتين. لنفسي حوار مع نفسي، ده أجمل حاجة في الحياة، ده أجمل حاجة في الحياة. أعمل تمارين تنفس عشان الأكسجين يدخل، مفيش أكسجين، احنا طول الوقت مشغولين. التنفس العميق ده بيفرق جدا في الراحة النفسية، في ترتيب الأفكار، في ردود الأفعال طول اليوم. فأنا لو بديت يومي صح هكمله صح، يعني حتى في الوجبات لو بديت يومي بنشويات، لو بديت يومي بحلويات، هفضل طول النهار متلخبطه، ولو ختمت كده بالليل هفضل تعبانه طول الليل. نعم، وهصحى تعبانه، ولو عملت لخبطه بالليل قبل النوم برضه بالظبط. يعني اوقات لما بحس نفسي هبتدي الخبط اروح اكتب، احدد انا هعمل ايه، اوتوماتيك عقلي اللاواعي بينفذ اللي شافه على الورق. ولكن الافكار اللي بقولها لنفسي وبتطير دي ما مش بتتنفس، فبالتالي يعني بقعد مع نفسي اكتب انا اكلت ايه طول النهار، واول ما اجوع اقول انا هكتب ايه، انا هاكل ايه دلوقتي. ممكن يعني انا بكتب قبل، تمام، بكتب في ورقه صغيره قبل، تمام، وعندي نوت على الموبايل، ممكن بالليل اكتب عملت ايه عشان اعرف ان انا تمديت ولا لا. في عندي في السنتر مثلا بنديهم جدول بيتكتب فيه يوميا فطرنا واتغدينا واتعشينا ايه، هم نفسهم اللي بيطلبوا الورقه دي لان ملاحظتهم لنفسهم بيخليهم مركزين. فاهمه انا بعمل ايه، لان اوقات بناكل كتير طول اليوم ومش عارفين، بنقلق. ايوه، لا، والنوعيه دي بتتخن، نوعيه ما ناكل دي مهمه جدا. فلما اكتب واشوف ان انا مثلا باكل كل يوم حلويات، اخد بالي علشان دي كارثه، او باكل كربوهيدرات كده يعني. فالكتابه مهمه، يعني التدوين ده بيخلينا ذاكره لينا، فبيبقى انتباه، كانه جرس تنبيه حقيقي. ايه تاني من النصائح اللي بتقوليها عشان نحب نفسنا؟ ان انا بلاش ازم في نفسي. يعني انا بشوف الناس اصلا انا مفيش فايده، اصلا انا شكل بطني وحش جدا، اصلا انا طول عمري بعمل دايت ومش بنجح، ما عنديش وقت، ما عنديش فرصه، اهلي مش هيساعدوني، هروح الاقيهم عاملين اكلات حلوه. طول الوقت بقول لنفسي هو فكره معوقات السلبيه، تصدير السلبيه بالظبط، وان انا كده وخلاص، وان انا مش قادره، وان انا مش هعرف. نتجنب فكرة نستبدلها بإيجابية، أركز كل فكرة تجيني سلبية أحولها لإيجابية. عملت قبل كده، وما نجحتش، بس دي خبرة ليا، دي خبرة ليا، أنا خدت فكرة إيه اللي ما نجحتش فيه، ما كررش بقى الغلطة تاني. طب أنا لو أنا شخص متعود أعمل شوية، أمشي شوية في الدايت وأقع، أمشي شوية في الدايت وأقع، أعمل إيه علشان أواظب على الورق اللي باخده من الدكتور؟ يعني ممكن ساعات ببقى النية موجودة بس ما بقدرش، التنفيذ بيبقى صعب. جميل، أتقبل عادي إن أنا أقع، بس ما استمرش في الوقع. يعني في ناس بتعمل إيه، بتبقى مستمرة مع دكتور ملتزمة بدايت، تمام، وأول ما تقع وتلخبط تبطل تروح الزيارة. أيوه، طب ما أنا أساسا لو بعرف ألتزم وحدي من غير الدكتور، ما أنا هروح له ليه من الأول؟ أنا محتاجاه عشان يقومني تاني ويرجعني لنقط القوة اللي أنا كنت عليها. تمام، طول الوقت محتاجين تحفيز، طول الوقت. مره هتابع ناس على السوشيال ميديا بيعملوا وجبات دايت، هتابع ناس خست، هروح مره للدكتور، ابقى متواجد في جيم مثلا وسط مجموعه تشجعني. اي حد بيصدر لي فكره سلبيه اتجنب ان انا اتكلم ويبقى نفسي طويل. واصل فكره ان الدايت فتره عشان اخس او عشان عندي فرح او عشان عندي مناسبه او عشان اي سبب، دي فكره غلط. المفروض يبقى النظام حياه، مفيش حاجه اسمها دايت، في ان انا نظام حياه اخترت ان انا هيبقى بشكل صحي. مظبوط، انا بتغير واتعلم. طول ما انا بتعلم هتغير للافضل، ومن الطبيعي بطلع مثلا 3 خطوات وانزل خطوه عادي، بس عادي ما اقعش ال3 بالظبط. وحتى لو وقعت اقوم، ما استمرش، ما استسلمش ان انا وقعت وان انا خلاص ما بخسش وان انا خلاص تعبت وان انا خلاص مليت وكل الحجج دي حجج. انا بقول لهم الناس اللي بتنزل 50 كيلو و60 كيلو، الناس دي ياما وقفت في النص وياما زادت وياما احبطت وياما حصلت لها مواقف صعبه كتير، بس هي الاستمراريه هي اللي جابت معايا. احنا استفدنا من حضرتك، ميرسي جدا يا دكتور، نورتينا وشرفتينا حبيبتي، اسعدتنا يا دكتوره، ونصايحك مهمه جدا. وبنقول لكل ست حب نفسك، ولكل الناس حبوا نفسكم. وطبعا احنا في اسبوع العيد، كل سنه وانتم طيبين ومفيده. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم، ويعني يا رب كلكم تكونوا مجتمعين مع بعض، كلكم مكملين بعض، مش ناقصين. ونشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية بإذن الله. إن شاء الله بكرة يوم جديد والستات، ودايما أيامكم كلها أعياد. نشوفكم على خير.